قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان روحانية الصوم المسيحي، وقد استضاف البرنامج قدس الأب وسام منصور راعي كنيسة مار يوسف للاتين جبل عمان، وقد ركز الحديث على أن الصوم هو استعداد لمعايشة فرح القيامة في حياتنا والشعور مع الآخرين. لذلك توصي الكنيسة أبنائها أن يكونوا مخلصين للصوم وأن يمارسوه بفرح وابتهاج. فإلى هناك، إذا بدك تطلع على أجوبة السيد المسيح للشيطان كيف جاوبه، فبتلاقي أنه ركز يعني على أشياء مثل ما أنت قلت، أنه الخطايا، الكبرياء، والغريزة والسلطة، والسلطة، وقال له بعطيك كل الممالك، بجعلك ملك على كل هاي. ياما الشيطان بيجربنا بهاي القصص، وإحنا طبعاً أتباعه صايرة كثر الأيامات هاي للشيطان. فبنرجع منعيد المشاهد الكتابية والمشاهد الموروثة، بنرجع منعيش تقاليدنا الاجتماعية، وبنرجع منعيش كل هذا زي ما بتقول هالزمن هالدولاب، سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة، وما عم نتغير. لسه الفتور فتور والبرودة برودة، وإيماننا أحياناً نقف عاجزين نقيم إيماننا، منعرفش هل إحنا مؤمنين، هل إحنا ماشيين بالصراط زي ما بقولوا بالسليم. أحيانا نشكك بإيمان إنه إحنا ماشيين كويس، مع إنه إحنا ما منكون ماشيين كويس، بنقنع أنفسنا إحنا ماشيين كويس. عم بروح على الصلاة يوم الأحد، بصلي، رحت على أربعة قرمات صليت بهالف الزمن الأربعيني، رحت على درب الصليب مرتين، بعتبر إنه أنا قمت بواجبي، وأنا ما باكل يوم الأربعاء والجمعة، هذا بكفي، بكفيني هذا الاشي اللي عم بسوي. اطلع على الباقي اللي مش عم بعمل ولا اشي، اطلع على غيري شو عم بسوي، ما عم بصوم ولا بروح على الكنيسة وكذا، انا لسه احسن منه مليون مرة. بصير اقعد اقارن بيني وبين الاخرين، وبعتبر اللي عم بقوم فيه رح يوصل لي للمجد القيامة في النهاية وللملكوت. ماذا تقول بهذه الحالة؟ شوفي هلا التغيير بده جرأة. نعم، لما قال ابونا عن التغيير هو ان احنا بحاجة للتغيير، ولكن انك تغيري بدك جرأة. نعم. والتغيير ما ببلش بتغيير نمط الحياة الروحية، ولكن في معنى الحياة الروحية. نحن للأسف كثير من الأحيان لما نعمل الطقوس اللي انت ساحكتيها، نعم، بنفكر وكأنه نحن من راضي ربنا. نعم. بعمل زي ما انت قلتي واجب علي. اوكي. وكأنه الله مستني مني انه اجي انا اصلي ولا احضر اربع رماد ولا احضر الاحد ولا درب الصليب ولا المدايح، ولا وكاني انا بزيد اشي على ربنا. نعم. اذا انا سويت هاي الامور، انا في صلاتي انا ابحث عن ربنا وابحث عن نفسي، لانه الله يبحث عني، بعطيني الطريق لما بدعوني للصلاة. الله ما ببحث عن ذاته، يعني الله ما ببحث عن ذاته فينا، لما بيقول لك صلي من أجلك، من أجل ذاتك. نعم. من أجل حياتك الأرضية والسماوية. نعم. الإنسان اللي قادر أنه يعيش الوصايا وأنه يمشي بحسب إرادة المسيح وأنه يتمم حياته وواجباته الروحية والزمنية، رح يعيش بملء السلام والفرح على الأرض هون قبل ما يأخده كامل بالسماء. نعم. فالله لما بطلب الوصايا ولما بطلب منا بلسان الكنيسة الصوم والصلاة ودرب الصليب وحضور القداس، هو مش حتى نعمل فروض نحن نعطي واجب لربنا، لا، نحن ربنا عم بدور علينا زي ما قلت لك. نعم. زي ما انت بتقول لابنك ادرس كل اجتهد، انت ما بتدور على نفسك، انت بدك اياه له لمصلحته لخيره. نعم. بس ممكن يشوف طلبك انه كتير انا بديش ادرس، مش جاي عبالي ادرس، بس انت عم تطلبي منه بتشدي عليه لأنك عارفة هاي الشغلة لوين بتودي، لوين. نعم. بتوصله. نعم. فعشان هيك ضروري جدا نعرف انه نحن بحاجة لجرأة لتغيير أنماطنا الروحية. نعم. ونبلش بجرأة انه انا يعني مش عم بسوي شيء زيادة، اذا انا رح تحصل انا عم. نعم. بدور عم ببني نفسي، عم ببني حياتي، وعم بسعى انه ابني بيت في الملكوت في المجد. نعم. السماوي، مش على هاي الارض. كيف ترى الصوم الأربعيني هذه الأيام؟ عم نحكي عن روحانية الصوم مظبوط، لكن كيف ترى الأيام هاي؟ كيف يصومون الناس؟ وهل هذا الصوم رح يوصلهم للقيامة، أم عم بتشوف إنه في فتور أبونا في الروحانية
مثل ما تحدثنا في بداية حلقتنا اليوم عن الفتور، الشباب فتورهم الفتور الروحي، فماذا تقول أبونا بطرس؟ الصوم في المسيحية يعني مش بس فقط الانقطاع عن الطعام أو الشراب لمدة معينة، نعم، ولكن هو استمرار الحياة الروحية اللي لازم نعيشها كما علمنا يسوع المسيح وقال لتلاميذه صلوا بدون انقطاع. إذا الصلاة بتكون مرافقة دائما يعني مع الصوم، نعم، يعني ما أقدر نفرق التنتين من بعض، ولكن في الإنسان بيكون بحاجة مرات إنه يخلو بنفسه يعيش حياة روحية، وهذه الحياة الروحية بتكون يجب أن يتقدس فيها الإنسان نفسا وجسدا. نعم. وكثير منا في أحيان بفكروا إنه الصوم هو بس إحنا لازم نمتنع عن بعض الأطعمة، ولكن الصوم هو أيضا صوم اللسان. نعم. وصوم اللسان أحسن من أي شيء ثاني، ونحكيش كمان كلام يعني بطال، يكون كلامنا دائما بإيجابية وبيكون بنعم موافقة لصيامنا. نعم. وكثير من الشباب الآن في حاجة لهذه الأشياء، لأنه خلي نغير الفكرة الأساسية من الصوم في حياتهم. الصوم هو يعني طريق طويل، ولكن هذا الطريق بيؤدي فينا إلى القيامة، لأنه إحنا نرى بعدين قيامة يسوع من بين الأموات. هذا بيكون حافز إلنا في حياتنا اليومية إنه نكون دائما بقرب يسوع المسيح. نعم.